والبحث في القضاء والقدر لا يجوز أن يتعدى ما جاء في النصوص، لا يجوز أن يتعدى ما جاء في النصوص من الكتاب والسنة، تعمق فيه هذا يفضي إلى الضلال وإلى الحيرة، لأنه سر الله في خلقه سر، فأنت حينما تتعمق به وتبحث به لن تصل إلى نتيجة، لأنك تبحث عن شيء أسره الله جل وعلا في خلقه، حسبك أن تؤمن به فقط، أما أنك تبحث فيه وتتعمق، فما تعمق أحد ووصل إلى نتيجة، بل وصل إلى الحيرة والاضطراب، ولذلك حسبك أن تتمشى مع النصوص الواردة في كتاب الله وسنة رسوله على إثبات القدر والإيمان به، ويكفيك هذا.